للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن متواصلين معكم مستمعين الكرام على الأرقام التالية 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا متواصلين معكم كذلك على حساب نور دبي في الانستغرام. عندنا سؤال حلقتنا اليوم اللي هو: تعد الأمراض غير السارية بما فيها أمراض القلب والسكتات الدماغية الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في القرن 21، وتقول منظمة الصحة العالمية يمكن إنقاذ أرواح ملايين البشر من أمراض القلب والسكتات الدماغية والاعتلالات ذات الصلة بهما بشرط تقليل 30% من استخدام الملح أو السكر، يعني يا الملح يا السكر. الاسم الثلاثي مع الإجابة على 4006 و500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. واليوم بيتصلون في كل الفائزين، مفروض اليوم كل الفائزين بيتصلون فيهم اللي فازوا معانا في الأيام السابقة على أساس يستلمون جوائزهم. صبحكم الله بالخير اخواني ومتابعينا في الانستغرام. طيب ناخذ يعني ما نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، ناخذ معانا اسماء الجناحي. صبحك الله بالخير اسماء. صبحكم الله بالنور والسرور اخي محمود. كيف حالك؟ طيب شو اليوم الاحد اللي يحبك الأحد مثل ما تقول دكتورة ندى، بس ترياها توصل الاستوديو مصطكة في الزحمة، طرشة مسج تقول أنا مصطكة في الزحمة. خلينا نقول لكم شو الأشياء اللي صارت في الويكن في عطلة نهاية الأسبوع. عندنا في عطلة نهاية الأسبوع من الأشياء اللي صارت أن مؤسسة نور دبي والأوقاف وصحة الذي وفروا الفحوصات والعلاجات المجانية في خيم إفطار الصائم في عدد من المساجد بإمارة الذي، كان من أول يوم رمضان لين يوم زايد العمل الإنساني 3 حملات أسبوعيا. فختموا فعالياتهم كان في يوم زايد العمل الإنساني. الشيء الثاني اللي ختمنا مشاركتنا في دورة سيد الشبه الرياضية، وهذا كان يوم الجمعة. صحيح. الشيء الثالث ان ايضا ان قطاع الرعايه الصحيه الاوليه سووا مثل مأدبه افطار يسوونها مع الاطباء المناوبين مره في رمضان. زين. واخر شيء نختم بالمسج اليومي: القائد الناجح هو من يحافظ على تطور نفسه، فحرص دائما على ان تواكب كل جديد. صباح التطور. صباح التطور يا اسماء، ممتاز ممتاز جدا. اليوم شيء احس الصيام اثر عليك اسماء، وين النشاط مالنا؟ خلص رمضان على الايام الاخيره، ها بلشنا نصلي قيام ونسهر وكذا. الله يعينك يا رب. مشكوره يا اسماء، وان شاء الله اتمنى لك ان شاء الله بصحه وسعاده. اي دمتي بصحه وسعاده، اتمنى لك دوام التوفيق. شكرا لك. كانت معنا عبر الهاتف اسماء الجناحي، مسؤوله التواصل الاجتماعي عندنا في هيئه الصحه بدبي. طبعا ابتكار
وشم لمراقبة مستويات السكر في الدم. اخترع العلماء في الولايات المتحدة وشما متغير اللون يساعد على مراقبة مستويات السكر في الدم دون أن يضطر المرضى إلى وخز أنفسهم بالإبر مرات عدة طوال اليوم. وتم تطوير المشروع الذي يحمل اسم ديرمال أبيس من قبل باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة بهدف تغيير طريقة رصد الأمراض الشائعة مثل مرض السكري. ويتم استبدال الأحبار الوشم التقليدية بأحبار تتضمن أجهزة الاستشعار البيولوجي التي تتفاعل مع الجلوكوز والصوديوم والمركبات الكيميائية الأخرى التي ينتجها الجسم البشري. ويأمل الباحثون في أن يتمكن الوشم من الاستجابة للتغيرات في جسم الإنسان والتي تؤثر على صحته. وقد نشر الباحثون لقطات فيديو تفسر كيفية استبدال الأحبار التقليدية بأجهزة الاستشعار التي تغير ألوانها استجابة للتغيرات الحاصلة في السائل النسيجي. أنا طبعا عندي واحد من الصبح يكح في الاستوديو، حاولت أني يعني أقول لأنه تعال ويانا اطلع الشسمة الفاصل الثاني، ولكن هذا ما يزال يعني كح. سلامات أجر وعافية. الله يعافيك. جرب المايك أستاذ يوسف، خلنا نسمعك بس. طبعا معانا أستاذ يوسف الزرعوني اللي هو مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. ما شوف شر، ما أدري بك مريض كم، ما يبتك والله. شو تسوي؟ الحمد لله على كل حال. ما بهذا بس يعني أنت الأجر عندك أجرين ترى. ها ما اسمع، الأجر عندك أجرين الحين، أجر الصيام وأجر أنك أنت مريض وصايم، وإن شاء الله أجر القيام إن شاء الله يا رب. إنزين، نحن موضوعنا الرئيسي ما نتكلم فيه مستمعينا عن مركز دبي للعلاج الطبيعي اللي حصل على الاعتماد الدولي، طبعا هذا بعد الفاصل. ولكن قبل الفاصل أنا شدني خبر أبغي أقرأ للأمانة، يمكن شوي بعيد عن الصحة ولكن يعني عنوانه شدني. يقول 62% من الطعام المهدر مصدرها الاحتفالات والمناسبات المنزلية، ونحن عندنا في رمضان ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة الخير، يعني السفرة تكون متروسة، صح أنها تنقص لين آخر يوم في رمضان، لكن بعدها عامرة ومليانة. يقول لك أن في دراسة حديثة، هذا مثل ما وردت صحيفة الإمارات اليوم، أن نحو 62% من الطعام المهدر في الدولة مصدره إما مأكولات الاحتفالات العامة والمناسبات المنزلية أو بقايا الوجبات والبوفيهات في المطاعم والفنادق. وبيّنت الدراسة التي أجرتها طبعا شركة متخصصة أن نحو 53% من سكان الإمارات يعلمون أن الحكومة أسست بنك طعام بهدف تقليص نسبة الهدر في الأطعمة والاستفادة من المواد الغذائية الزائدة على حاجة الأفراد والمؤسسات عبر توصيلها للفئات المحتاجة في وقت وصلت فيه الخسارة الناتجة عن إهدار الطعام في الدولة إلى نحو 13 مليار درهم سنويا وفقا لبنك الطعام. طبعا الخبر كامل، اللي يبغي يشوف التحقيق ممكن يشوفه في الصحيفة. ولكن يا جماعة الخير يعني عندما نتحدث عن هذه المسألة فهنالك يعني موضوع يجب أن نقف عنده. لازم نتعلم أن نطبخ على قد حاجتنا. صح. إنزين، أهلا دكتورة، شو أخبارك؟ شو أمورك؟ طبعا عرّت بضيوفي، خلاص دخلوا معايا في الاستوديو من البداية. طبعا معنا دكتورة عرين رشيد الزربة، أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي. طبعا نتكلم عن التغذية، فأنت قلتي صح، لا شعوريا. لا شعوريا، لانه طبعا علقي لي على الخبر، يلا ما دام نحن تكلمنا معك علقي على الخبر. هو بصراحة انه في رمضان بالذات الناس خلاص بتعرف انت وصايم، بروحوا على السوبر ماركت او الجمعيات وبتلاقيهم بيشتروا يعني كميات من الطعام وهن صايمين، يعني اشي طبيعي انت جيعان، فهتشوف بالنسبة لك الكميات الاكل قليلة، بس انت لما بصير وقت الاكل او وقت انه على المائدة وعندك أكتر من نوع من أكل، فبتلاقي مش الكل بيأكل. فللأسف زي ما مكتوب بالخبر إنه فعلا إنه هو هدر للطعام، لأنه مش الطعام كله حيتاكل. والمشكلة إنه إذا انطبخوا بدرجة حرارة معينة صعب جدا إنك ترجع وتسخن تاني مرة، لأنه للأسف في بكتيريا في أنواع، وهذا السبب بيصير في ناس عندهم زي
تسمم غذائي ومشاكل صحية. صحيح. طيب أنا برجع لكم نتكلم عن موضوعنا الرئيسي اليوم، لكن خلونا قبل أن نطلع الفاصل نذكر بسؤال حلقتنا اليوم. سؤال حلقتنا يقول: تعد الأمراض غير السارية بما فيها أمراض القلب والسكتات الدماغية الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في القرن الحادي والعشرين، وتقول منظمة الصحة العالمية يمكن إنقاذ أرواح الملايين من البشر من أمراض القلب والسكتات الدماغية والاعتلالات ذات الصلة بهما بشرط تقليل 30% من استخدام الجواب الأول الملح، الجواب الثاني السكر. على 4006 ما أبغى أجوب على إنستغرام بس عن طريق الإسمس. طبعا ما نقرأ رسائلكم على إنستغرام إن شاء الله بعد الفاصل. عيسى نطلع فاصل وبعد الفاصل من واصل. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام مرة أخرى. أنا عاد متلعوز بضيوفي، يا يكحون يا يدشون عرض قبل لا هذا، شو أسوي يعني؟ ذبحتني يوسف، شو أخبارك؟ ها هذا صوت ندى كان؟ هي صوت ندى أنا ما لي علاقة فيه تو فريق. صباحكم الله بخير مستمعينا الكرام، حياك الله دكتورة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك محمود. ليش متأخرة؟ صدق اصطكيت في الزحمة اليوم، صدق شيء زحمة عجيبة كانت. الله يعينك. زين عاد انت عندك نيسان ما يبالي بعد وقت اركب على السيائر مثلا؟ لا انا ملتزمة، ما ادخل خط كتف طريق ولا شيء، التزم بالسيت. هذه انت تقولين التزم شيء كنا يعني كنا بالعكس. ها لا كنا الصدق يعني تي ما شاء الله من القهر تقولينه. تعرفي تكون ملتزم وانت مو خطك تلتزم، بس تلتزم. لا انا التزم بالصحة والسلامة. انزين دكتورة سؤال حلقتنا اليوم. انزين سؤالنا يقول: تعد الأمراض غير السارية بما فيها أمراض القلب والسكتات الدماغية الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في القرن الحادي والعشرين. تقول منظمة الصحة العالمية يمكن إنقاذ أرواح ملايين البشر من أمراض القلب والسكتات الدماغية والاعتلالات ذات الصلة بهما بشرط تقليل 30% من استخدام شو؟ رقم واحد الملح، أما رقم اثنين السكر. على 4006 اطرشون أسماءكم الثلاثية، وليس على إنستغرام، ترى ما نأخذ أجوب على إنستغرام لأن ما نقدر نسحب على الإنستغرام. إذن الإجابات على 4006. طبعا أم قالوا هني اللي ويانا على البث، طبعا الجماعة غششوهم وقالوا لهم شو الجواب وكذا، فالحياة حلوة يعني. زين يوسف نحن قلنا ما نتكلم اليوم إن شاء الله عن مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، هذا المركز اللي حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي، فنحن الحلقة اليوم خصصينا للمركز، فيا ليت تعطينا في البداية نبذة عامة عن هذا المركز والخدمات اللي يقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكركم على الاستضافة أخوي محمود والدكتورة. الحمد لله فضل من الله ثم من جهود القيادة العليا في هيئة الصحة بتركيز على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور والمراجعين. طبعا مركز دبي للعلاج الطبيعي والتأهيل مركز من مراكز التابعة لهيئة الصحة في دبي، تابع لقطاع المستشفيات، يقدم خدمات تأهيلية علاجية شاملة متعددة التخصصات، منها طبعا العلاج المائي، العلاج الوظيفي والتأهيلي، العلاج الحسي وعلاج النطق، وكذلك طبعا للأطفال وكبار السن وكذلك الكبار يعني من سنتين فما فوق. بدأ طبعا المركز باستقبال المراجعين من مستشفيات وعيادات التابعة لهيئة الصحة في 1 مارس 2013، واليوم والحمد لله بتضافر الجهود والدعم اللامحدود من قبل القيادة، خص بالذكر معالي
حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة، وكذلك طبعا المدراء التنفيذيين، وتضافر الجهود والدعم اللامحدود والتعاون والتنسيق اللي تم خلال فترة إعداد المركز لبرنامج الاعتماد الدولي لمدة خلال السنة، مرت سنة طبعا هذه فترة الإعداد، والحمد لله تكللت بالنجاح وامتياز، وكون نحن فخورين الآن ونعتز بهالشيء أن المركز هو الوحيد في على مستوى دولة الإمارات مركز حكومي أو شيء يحصل على الاعتراف الدولي من اللجنة الأمريكية الدولية لمرافق وخدمات العلاج الطبيعي. نحن الأول والله الحمد على بالنسبة للقطاعين الخاص والعام ما شاء الله الحكومي على مستوى الدولة، على مستوى الدولة، والثالث في الشرق الأوسط على مستوى الشرق الأوسط لثلاث فئات. طبعا نحن خذنا فئة الأطفال وكبار السن والكبار، هذه طبعا ما استوت وما حد خذاها إلا نحن الحمد لله. هذه طبعا كلها جهود دؤوبة والإصرار نحو التميز والارتقاء بالخدمات، وكذلك نحن هذه ثقة المراجعين ومصداقيتهم في الخدمات اللي نحن نقدمها. كذلك لا تنسون أن المركز يضم كفاءة طبية ذوي من ذوي الخبرة وذوي المهارة في التعاون مع الحالات الصعبة، هي حالات المتعلقة بأمراض المفاصل والأمراض العصبية، السكتات الدماغية، الشلل، المشاكل اللي صارت يعني بعد العمليات المعقدة، عمليات الدماغ أو الشلل لهم تبديل الركب ما ركب من هالقبيل. والحمد لله نحن عندنا الكثير من المراجعين اللي جو المركز ولهم وتحسنت النمط، تحسن عندهم نمط الحياة، وكذلك يعني الحمد لله أمورهم طيبة وفي إيجابية كبيرة. زين، يقول نصبح على الأخ يوسف زرعوني ونقول له يا بني آدم تستاهل أعلى المناصب الدائرة وبالتوفيق. الحمد لله بني آدمين. منور السيد يوسف الزرعوني. تسلم. إنزين. يقول بس تعال خذ موعد. بعد منور يوسف الزرعوني. يقول بس تعال خذ موعد ما تحصل. ها شو تقول لهم؟ موعدكم. موعدنا طبعاً كثر الحمد لله قمنا بإعداد نحن هالمركز الوحيد والرائد في يطبق نحن أنشأنا عيادة. هي نسميها متعدد التخصصات. أوكي. يعني تختلف عن الـ 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 المراكز الثانية. مراكز ممكن اليوم تأخذ موعد ومعني عندك مشكلة في العيون وتصير طبيب العيون ده. لا، نحن هنا عندنا فريق برنامج جديد كامل. هذا وهذا فريد من نوعه طبعا، والمركز هو الوحيد اللي يقدم. أنتوا تحويلات من المراكز فقط من المراكز اللي تابعة لهيئة الصحة، مستشفيات الرعاية الصحية عندنا من الشرطة كذلك. فهذه طبعا نحن المحور الرئيسي عندنا هو المريض. فنحن أول يوم المريض الجديد اللي جي عندنا فريق كامل يشمل، هو طبعا المريض الفريق يتضمن طبيب معالج ومعالجين طبعا نفسيين ومعالج اجتماعي وعندي معالج انشغالي ووظيفي، هذين هم يجلسون مع المريض ويشوفون تاريخه الصحي ثم ويعطون المشورة ويشوفون الملف العام وشو اللي يعاني من بناء على هذا. طبعا يتم إعداد برنامج صحي له، عدد جلسات ووصف الجلسات، نوع الجلسات، هل هي جلسات طبعا علاج وظيفي ولا مائي ولا حسي، شو اللي يبقى، وتتم عملية متابعة بعد انتهاء هذه الجلسات ويشوفونه شو الجديد. نحن الهدف، نحن المريض لما يجينا نقول له شو الهدف من زيارتك لنا نحن. جميل. يوسف أنا أبغى أسأل دكتورة ندى، يعني استخدم مصطلحين أنا يعني أبغى أسألك عنهم، شو هو المعالج الانشغالي والمعالج الوظيفي؟ تعرفين الفرق بين معالج انشغالي ومعالج وظيفي؟
لا والله محمود ما عندي خلفيه. لازم نرد حق بده سؤال حق يوسف. شو يعني بالانجليزي شو اسمائهم؟ هو اوكيبيشنال ثيرابي وفيزيكال ثيرابي. اوكيبيشنال العلاقه بالوظائف اللي هو لما يرجع واحد وظيفته يكون يعني كيف يتم اعاده تاهيله لعشان يمارس وظيفته بعد اصابات. بالفرنسي شو يعني اعاده؟ بالفرنسي قول لي انا بشرح. بالفرنسي بوبارلي فرونسي ان بو. ما شاء الله أفهمنا يوسف. طيب الحين أنا يعني أبغي أتكلم عن الجانب التغذوي بالنسبة للأشخاص اللي يعني عندهم تشخيص في العلاج الطبيعي. ولكن قبل هذا خلينا ناخذ سؤال للحلقة، نطلع فاصل بعدها بنرجع لك دكتورة عرين رشيد إن شاء الله نتكلم عن الجوانب التغذوية في هذا المجال. شو سؤال الحلقة دكتورة؟ نعيد لكم السؤال. تعد الأمراض غير السارية بما فيها أمراض القلب والسكتات الدماغية الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في القرن 21، وتقول منظمة الصحة العالمية يمكن إنقاذ أرواح ملايين البشر من أمراض القلب والسكتات الدماغية والاعتلالات ذات الصلة بهما بشرط تقليل 30% من استخدام ماذا؟ رقم واحد الملح، أما رقم اثنين السكر، على 4006 مع اسماكم الثلاثية. الحين بيتحرم ماذا؟ هذا خيار خيار من الخيارات. عندكم ملح أو سكر؟ وانتم كلكم سكر والله. زين عموما شكرا لك دكتورة. أدري ما تقصديني بس شكرا. عموما الفاصل مستمعين، بعد الفاصل راجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامج صحه وسعاده. هذا برنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام عبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا 600551414. سؤال حلقتنا اليوم، سؤال يقول تعد الامراض غير الساريه بما فيها امراض القلب والسكتات الدماغيه الاسباب الرئيسيه للوفاه المبكره في القرن 21. المهم يمكن إنقاذ أرواح ملايين البشر من أمراض القلب والسكتات الدماغية والاعتلالات بشرط تقليل 30% من استخدام رقم واحد الملح، أم رقم اثنين السكر، على 4006 بأسماءكم الثلاثية. ولا تطرشون حبايب على الانستغرام، ما نقدر نسحب أسماءكم. يعني اللي بيجاوب على الانستغرام برأي خي جاوب، لكن اللي بيدخل معنا السحب على 500 درهم زين بيكون عن طريق الاسمس على 4006. طبعا نرجع لموضوعنا دكتور، نحن كنا نتكلم عن مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. طبعا ضمننا عبر الهاتف دكتور عصام الميخي أخصائي علاج طبيعي بالمركز. صباح الخير دكتور. يا هلا صباح النور. أيضا معانا في الاستوديو أستاذ يوسف الزرعوني مدير المركز، ومعانا كذلك الأخت عرين رشيد الزربة. كنا نتكلم عن حصول المركز على الاعتماد الدولي، هذا الاعتماد اللي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات والثالث على مستوى الشرق الأوسط. ولكن يعني نبغي نتكلم عن الأمراض الخاصة بالعلاج الطبيعي نفسه دكتور، إذا تبغي تعطينا مجرد يعني مجموعة من النصائح يجب علينا أن نتبعها في رمضان. والله هو بالنسبة للعلاج الطبيعي وبالنسبة للحالات اللي بنعالجها في المركز ما في فرق ما بين رمضان ومش رمضان، يعني هي الحالة العلاجية موجودة سواء في رمضان أو غير رمضان. فإحنا بنعالج أصلا الحالات اللي هي الاعتلالات اليومية اللي هي ناتجة أصلا عن أي إصابات، سواء كانت رياضية أو إصابات في العمل أو اللي هي الإصابات اليومية اللي هي أصل يعني سببها المكوث على المكتب لفترات طويلة، اللي هي مثلا آلام الرقبة، آلام الظهر، اللي هي المنتشرة يعني بنسبة مش أقل من 70-80% ما بين كل الموظفين، خصوصا الموظفين اللي يقعدون على المكتب لفترات طويلة. فدائما احنا نصيحتنا لهدول يعني لهاي الفئه من الموظفين انه يعني اكثر يعني 45 دقيقه بالاكثر اعطي نفسك فتره راحه
لمدة 5 دقائق وأعمل اللي هو الستريتشنج نسميهم إحنا الإطالات سواء في الظهر وفي الرقبة خصوصا. ممتاز. بالنسبة لرمضان أو غير رمضان هو يعني هذا أنت تقول دكتور أنت تقول رمضان وغير رمضان هو نفسه. أنا بس أخصائية العلاج التغذية زين. بالنسبة لي المرضى اللي يتعالجون في علاج طبيعي كذا، هل التغذية بالنسبة لهم تختلف في رمضان وغير رمضان ولا هي نفسها ولا في طرق أخرى ولا في نصائح معينة تبغين توجهينها لهم؟ هلا بالنسبة إنه برمضان أو غير رمضان طبعا من ناحية التغذية طبعا بفرق يعني خلال رمضان الغذاء تاعه يختلف، لأنه أنت عندك بدل 5 وجبات في اليوم رح يكونوا هن عبارة عن 3 وجبات أو خلينا نقول وجبتين رئيسيات وفي الوجبات الخفيفة. بالنسبة للأيام العادية طبعا هن 5 وجبات رئيسية 3 وجبات رئيسية عفوا ووجبتين إخفاف. هلا كغذاء طبعا بيعتمد هو العلاج الطبيعي المرضى اللي بيجوا عادة حسب الحالة، يعني معظم المرضى اللي بيجوا بيكونوا عندهم زيادة في الوزن أو سمنة ومؤثرة طبعا على ركبهم على ظهرهم، في حتى منهم ما بيقدروا يمارسوا أي نوع من الرياضة بس بدهم بحاجة لتنظيم أكلهم الصحي. فمن ناحيتنا احنا كأخصائيين تغذية بناخد بالاعتبار انه اذا هل بيقدروا يمارسوا رياضة او اي نوع من الرياضة، والاشي اللي بيساعد كمان اكتر انه في مركز العلاج الطبيعي بيكون في سيشنز احنا بنعرف انه عندهم رياضة معينة بيجوا بياخدوها خلال فترة الشهر او شهرين حسب طبعا الدكتور والمعالج الفيزيائي، هو بخطط يعني بيقارن بيشوف الأيام والأوقات المناسبة، وإحنا من ناحيتنا بنساعد من ناحية الأكل والتغذية تاعتهم إنه حسب السعرات الحرارية اللي بيعتمد على كل حسب الشخص، يعني السعرات الحرارية أنت ما بتقدر تعممها للجميع، هي بتعتمد على العمر الطول الوزن حالة المريض هل بصح إنه يأكل نوع من هاي الأنواع الرياضات أو الأنواع من الأكل الأطعمة أو لا. وخصوصا نحط بالاعتبار إنه معظم المرضى اللي بيجوا عندهم سكري عندهم ضغط عندهم مشاكل صحية أو خلينا نقول allergies حساسية من معظم الأكل فبحاجة لنصائح تغذوية. وطبعا دائما إحنا بنقول لهم إنه في أشياء رئيسية، إنه الأكل الصحي مش صعب هو نمط حياة، يعني أنت إذا نهجت حياتك بطريقة صحية بالتوقيت أكل الطعام ممارستك للرياضة الأمور كلها بتمشي صحيح. فأهم الأشياء إحنا طبعا في عندي كم نقطة بس عن التغذية إنه هي عامية بس تفرق من شخص لآخر، بس هي عموما للجميع صحيح على أساس إنه إحنا نبعد أو نعمل وقاية من الأمراض اللي هلأ سارية موجودة. أول إشي من الأشياء المهمة جدا إنه إحنا بهمنا المية، هاي أشي رئيسي، وإحنا المشكلة إنه ما عم نشرب مي بكفاية، يعني هو المفروض 3 لتر يوميا بس الناس لما تقولها 3 لتر بقول لك يحسوا الكمية كبيرة عليهم. بالضبط. إحنا بنقول 8 كاسات، يعني إذا 3 لتر إحنا بنقول عنهم 8 كاسات بتتقسم خلال اليوم، لو كاستين عند الفطور، يعني هلأ في رمضان مثلا عند الفطور نبلش مثلا إذا في ممكن كاستين مي عند بعد الفطور طبعا، يعني بعد خلال الوجبة بعد الفطور يعني الإفطار يعني كسر الفطور ممكن كمان كاستين، يعني إذا تجزأوا بيصيروا عندك 8 صحيح. الشغلة الثانية بهمنا كمان موضوع اللي هو الألياف، للأسف في الناس عندها مشكلة مع موضوع الخضار والفواكه بحسوها إنه مش يعني زي عدوتهم بدل ما هي تفيدهم صحيح. فالألياف من الأشياء المهمة جدا لأنه بتساعد على أول إشي الإحساس بالشبع. طبعا أنا بحكي عن الألياف اللي موجودة في الفواكه كفاكهة مش كعصير، لأنه للأسف بعض العصائر كل هاي المستخلصات بالضبط، فهاي من الأمور. الشغلة الثانية الألياف بتساعد على الإمساك إذا في كتير، لأنه بيجون عندنا مرضى بيعانوا من موضوع الإمساك بسبب قلة موضوع المي وكمان الألياف. طيب. وبنفس الوقت في عندك موضوع الـ طبعا وجبتك الصحية تكون متكونة من كمان البروتين والكربوهيدرات، لأنه كل واحدة إلها وظيفة منهم يعطيك الطاقة وفي منهم يعطوك طبعا الفيتامينات والمعادن اللي بتحتاجها. العافية دكتورة. الله يعافيك. نروح للأستاذ يوسف. أستاذ يوسف بنسألنا عن أحدث تقنية علاجية عندكم
طبعا تحديد جهاز المشي الروبوتي. نعم الحمد لله بفضل دعم الدائم اللي نتلقاه من الإدارة العليا في تقديم الخدمات وارتقاء في ما هو أحدث الأجهزة التقنيات. نحن المركز هو الرائد اللي هو يمتلك واحد من أحدث الأجهزة اللي تدخل في علاج مرض الرعاش والشلل الرعاشي وشلل الأطفال والسكتات الدماغية. روبوت هذه تقنية جديدة طبعا عندنا نسب وإحصائية جدا إيجابية في تحسن حالات كثيرة اللي كانوا يعني طبعا مش قادرين على المشي، فهذا الروبوت يساعدهم على المشي وإذا عندهم مشاكل طبعا في العضلات. والحمد لله نحن عندنا الكثير من النتائج الطيبة. أنا بتكلم مع دكتور عصام معانا. ألو. نعم معك تفضل دكتور. يعني بالإضافة للي قال أستاذ يوسف، شو هي التقنيات الأخرى اللي موجودة في المركز أنتوا قاعدين تستخدمونها كأخصائي علاج طبيعي؟ وأيضا في سؤال من عندنا مستمع هنا رؤى تقول، هل العلاج الطبيعي يغني عن الدواء؟ الآن العلاج الطبيعي الدواء هو عبارة موجود بالنسبة للألم. يعني لعلاج الألم سواء من أي إصابة يجب أنك أنت تأخذ دواء على أساس أنه هو تخفيف الألم زائد أنه هو إزاحة الـ إحنا نسميه الانفلاميشن. يعني الأدوية هي عبارة من عن فئة اسمها نان ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري، يعني هو بيزيل الألم أو بيخفف الألم زائد أنه هو بيقلل الالتهابات العضلية. صحيح. لكن العلاج الطبيعي هو إعادة تأهيل عضو مصاب انه يرجع يمارس نفس الوظائف اللي كان يمارسها قبل الاصابه، وما في دواء ممكن يعني يؤدي هذا الدور. العلاج الطبيعي شيء مهم بعد كل اصابه، بعد كل عمليه، بعد كل متلازمه، بعد كل وجع او تعطيل اي جهاز عن اداء دوره بشكل الصحيح. بالنسبه للخدمات بالنسبة للخدمات اللي نقدمها احنا اللي هي المميزة صراحة اضافة لجهاز الروبوت اللي ذكره السيد يوسف، هو احنا عندنا العلاج المائي. العلاج المائي شيء يعني مميز وشيء يعني متطور جدا. الان انت لما تكون مثلا الدكتورة التغذية ذكرت انه زيادة الوزن تؤدي الى الاصابة مثلا في امراض اسفل العمود الفقري، اصابات الركب، اصابات المفاصل. الان في هذه الحالة بالذات لما يكون في عندنا إصابة في الركبة أو في الكاحل أو في أسفل الظهر، المريض يكون صعب عليه بوزنه الضخم إنه هو يمارس المشي. صحيح. فإحنا إذا وضعت نفس المريض هذا في حوض ماء، أوكي، يعني هو راح يخسر تقريبا ثلث وزنه. صحيح. ففي عندنا إحنا تقنية اللي هي جهاز المشي اللي متعودين عليه إحنا اللي هو الكهربائي. جهاز المشي نفسه موجود داخل الماء. صحيح. فالمريض بيقل وزنه بشكل طبعا باعتبار إنه هو سيطفو مع الماء. صحيح. زائد إنه هو بيكون يمارس المشي على هذا الجهاز داخل الماء. فبيكون إله القدرة إنه هو يمارس عملية المشي اللي هو وضع أكبر كمية من الوزن على العضو المصاب، لأنه إحنا في عنا مراحل من يعني مراحل للعلاج. في عنا المشي بنصف الوزن أو بأرباع الوزن، سواء ربع أو ثلاث أرباع أو الوزن كامل، بنسميها non weight bearing, partial weight bearing and full weight bearing. ممتاز. عشان تنقل أنت المريض لمرحلة إنه هو يمشي بشكل مناسب أو صحيح على الأرض طبيعي جدا، يجب أنك أنت بالأول توصله أو تدخله مرحلة المشي في الماء، زائد أنه هو طبعا على الأرض بيكون معه ووكر أو بيكون معه مثلا عكاز، فهذا بيساعده أنه هو يمشي بشكل أفضل. وهذه طريقة المشي يعني تخزن هذا فيدباك، فبيصير المشي بشكل بعدين أنت بترفع روح المريض المعنوية لما أنت تخليه تحس أنه هو ممكن يمشي حتى لو داخل الماء. فالعلاج بالماء أو الهايدروثيرابي شيء متطور جدا وبيعمل نتائج جدا فعالة. ممتاز. احنا عندنا سؤال يقول، هل هناك علاج طبيعي لإعادة تأهيل الأعضاء مثل البنكرياس المتليف؟
عند مرضى مريض السكري إعادة تأهيل عضو داخلي. هو إيش يعني إعادة تأهيل البنكرياس؟ يعني هو البنكرياس عبارة عن يعني لإفراز هرمونات يعني لإفراز الإنسولين، فإحنا إعادة تأهيله بالعلاج الطبيعي. هلأ في شيء إحنا بنسميه العلاج اليدوي للأعضاء الداخلية بسموه visceral manual therapy، لكن هذا إعادة تنشيط مش إنه إعادة إنه تأهيل. صحيح تأهيل نعم، إعادة تنشيط سواء عضلات القلب سواء التنفس بالنسبة للرئة العضلات بالنسبة للجهاز الهضمي، هذا كله موجود. صحيح خصوصا الجهاز التنفسي، لأنه في يعني تخصص كامل أو مستقل بذاته اسمه العلاج التنفسي اللي هو الريسبيراتوري ثيرابي، اللي هم الناس اللي بيكونوا في الاي سي يو، فاحنا بنعلمهم كيفية التنفس من الـ من الـ من الصدر وليس من البطن. واضح دكتور عصام، نحن شاكرين لك دكتور. اغلب الناس تتنفس من البطن، وهذا هذا الشيء الخاطئ. نحن نعلمهم هنا في التقديم ان كيف يتنفسون من البطن عشان يقولون الكلام يعني بشكل واضح، الصوت يطلع من داخل البطن. لا لا من البطن، نحن نعلم المذيعين يتنفسون من البطن. عموما دكتور جزاك الله خير، بشكور ما قصرت. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور عصام الميخي، أخصائي علاج طبيعي كبير معالجين في مركز دبي للعلاج الطبيعي، كان معنا عبر الهاتف. نحن نكمل مع ضيوفنا في البرنامج، ولكن نحن يعني دقيقتين ومنوقف استقبال الإجابة على سؤال الحلقة. تفضلي دكتورة. سؤالنا يقول يمكن إنقاذ أرواح ملايين البشر من أمراض القلب والسكتات الدماغية والاعتلالات ذات الصلة بهما بشرط تقليل 30% من استخدام رقم واحد الملح، أما رقم اثنين السكر، على 4006 بأسماءكم الثلاثية. نرجع عند أستاذ يوسف الزرعوني. أستاذ يوسف، دكتور عصام ذكر شيء عن المرضى يكون وزنهم زايد وبالتالي يحتاجون يسوون رياضة في الماء، بس أتوقع عندكم مبادرة مع دار التغذية السرية تخفيف أوزان المرضى، ممكن تكلمنا عن المبادرة؟ واحدة من المبادرات اللي اطلقناها خلال السنة هي تخفيف الوزن بالنسبة للمراجعين ومرضى العلاج الطبيعي. طبعا هذا الأهداف جدا فعالة، وكان بالتنسيق مع قسم التغذية السريرية، كان فريق كفريق واحد، مثل ما قلت نتائج طيبة ولله الحمد. الهدف أن نجنب الأشخاص اللي هم طبعا عندهم وزن زايد من الدخول في العمليات، عارفين هالأيام عمليات تحويل المجرى والمسار أو القص، وهذا عندنا العدد الحمد لله من المراجعين، وتم طبعا اعطاهم المشوره فيما يخص التغذيه وتم متابعتهم بعد فتره نقول 3 اشهر من قبل القسم التغذيه، كل 3 اشهر هن 3 اشهر 4 سيشنز، 4 حصص يعني تكون، 4 حصص للدايتيشن بتكون. فهي اول يعني اول شهر بنعمل ابطا نعمل إحنا الأسسمنت اللي هو منشوف الوزن اللي بلشوا فيه، وبعديها منتابع معهم طبعا 3 أشهر هنا، ومن ضمن 3 أشهر لح يكون كمان مش فقط مع الأخصائيين التغذية وكمان مع العلاج الطبيعي، بيكون عندهم كمان سيشنز للرياضة كمان. فمينلي فهن عبارة عن 3 أشهر بروجرام كامل بيبين طبعا قديش بلشوا أوزانهم. أيوة بالضبط، يعني واحد يش علاج وينقص وزنه في نفس الوقت. بالضبط. نجاوب على سؤال الحلقة اليوم دكتورة. جوابنا يقول تقليل 30 يمكن إنقاذ أرواح ملايين البشر من أمراض القلب والسكتات الدماغية بتقليل 30% من استخدام الملح. 30% من استخدام الملح، وكانت الإجابات تصلنا على 4006. عيسى شوف سولنا السحب، خلنا نختار اسم الفائز معانا اليوم ب 500 درهم من هيئة الصحبة دبي. محمود عبد الباري الله يخليك، تطرش كيف استلام الجائزة اليوم، بيتصلون فيك بإذن الله، المفروض ان اتصلوا فيه بعد، اتمنى ان دقولك، يعني اذا ما دقولك الحين بوصل للمكتب وبخليهم يتصلون فيك ويخبرونك كيف ممكن تستلمه. لكن عموما اللي يبغى يستلم الجائزه ممكن انه اي مبنى الاداره العامه في هيئه الصحه بدبي، هناك في يسال عن في قسم الاعلام، يسال عن الاخ صلاح، يسال عن محمود وروحوا عنده وبيعطيكم الجوائز، كل الجوائز عن محمود.
ما ادري البيزات اللي اعطيتيني اياهم عشان اوزعها. ايه مال مليون الكلمه اللي تبرع فيهم منهم جواز الهديه. يوسف نحتاج لنا دقيقتين تقريبا بناخذ كلمه اخيره من عندك وكلمه اخيره من عند الدكتوره وبعدها بنشوف منو الفايز معانا. بس حبيت بس اقول ان نحن ملتزمين بتقديم الخدمات تحسين ودوم الاستمرار في تحسين وتعزيز الخدمات الصحية طبق المعايير المطبقة في أرقى المستشفيات أو المراكز الصحية التخصصية، وإن شاء الله نحن نكون عن حسن ظن المتعاملين وموجودين وفي الخدمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى دكتورة. طبعا احنا بهمنا انه يعني المعلومات ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. طبعا احنا موجودين دائما اي استشارات. نصيحة بس على الاخير، يعني شو النصيحة اللي تبغين توجهينها للناس؟ نصيحة من اخصائي تغذوية. تغذوية طبتكم بالايام الرمضان ولا العادية؟ يلا دكتورة. يلا برمضان. برمضان اوكي، بما انه ما ضلش اشي لرمضان يعني، وكل عام وانتم بخير جميعا. طبعا احنا بهمنا الاكل، أكلكم يا جماعة، إنه كل ما خففتوا من أنواع النشويات العالية السكر والدهون كل ما أفضل. شرب الماء وعدم إنه تركه لفترة، يعني إحنا هلأ طبعا لأنه منصوم فبيصير عندكم جفاف، فأفضل إنكم تشربوا الماء وخليكم صحيين يعني بالأخير، وما تنسوش الرياضة طبعا إن شاء الله. دائما خبراء التغذية يركزون على شرب الماء دكتورة، ها؟ أهم شيء الماي في رمضان وخارج رمضان. عموما نحن نشكر الأخ يوسف الزرعوني مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، شكرا لك. وشكرا لك يا دكتورة عيرين رشيد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لكم. شكرا جزيلا. الفائز معانا من؟ من هو الفائز؟ إسماعيل عبد الله عمر. إسماعيل عبد الله عمر، ألف مبروك، فزت ب 500 درهم. زين دكتور يقول كنترول بليز عادي اغير الجواب في الرسائل النصيه، خلاص صاحبنا. اي يلا ما عندي مرات باكر باكر كلوا بس لا تخبصوا بالاكل. زين ان شاء الله تامر امر. عموما لا بالفعل دكتورة موضوع التخبيص الأكل هاي بعد مشكلة ترى بعد. والله محمود صراحة اللوم على اللي يحطون 6000 صنف على الصفرة، سووا بالأقساط يا جماعة، كل على الفطور صنفين ثلاثة. البارحة شو مصورة في السناب شات انتي؟ ها يلا ردي. هذا المطعم حاط مو أنا حاط. لو تشوف المصورة ببيتي حاطة في البيت. لا في البيت ما خلت شيء في المطعم ما صورته. هل كثر كتي يا ربي هاي دكتورة؟ انا اصور لكم انتوا عشان تشوفون وصوموا تصحوا وماشي. اذا انت تشوف لا تاكل عادي. شوف حراقي وف. عموما نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كل الشكر لك يا ميرا الغفلي، مشكوره ما قصرتي. شكرا لك يا عيسى سبيل، شكرا لك دكتوره ندى مع انك متاخره اليوم. علي غياب اليوم. لا مو بغياب، موجوده ما شاء الله. زين اي وشكرا لكم مستمعين، وحتى ان شاء الله نلقاكم في الغد ان شاء الله مع مواضيع جديده. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ودمتم بصحه وسعاده. دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.